يا احلى قصاص قصي بالدنيا كلها، لك اهلين يا ابو عبدو، واحلى كاسه مي، واحلى فنجان قهوه لاحلى قصاص قصي. لك حبيبي شو قصاص؟ مسلسل جديد ان شاء الله. ان شاء الله يا رب يا قصاص ان شاء الله. بعرف قصاص من 5 سنين لهلا وانا بهالجريده ومعك هون بالمكتب ما بلاقيك الا نازل كتابي بهالتمثيليه، تمثيليه ولا تمثيليه. في الحقيقه يا قصاص صارت امنيتي بالحياه هيك، يعني اني شوف اسمك عم يلالي على شاشه التلفزيون. قربت أبو عبدو قربت، يعني كلها أيام. بعدين أبو عبدو أنا عندي شغلي، يعني أنا بكتب لمرائي، مو مثل هدول الكتاب اللي بكتبوا ما عندهم وارد تاني، الله يعينهم بيكونوا ميتين من الجوع. ألو، أهلا وسهلا، أنا قصي، يعني بيان حلقتين نص ساعة بكون عندك. أوكي يلا. يا هلا يا هلا، الله معك الله معك. ام الروح؟ ايه روحي روحي. شو حبيبي؟ قومي 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 قومي. لوين؟ شو في؟ باركي لي. مبروك بس عشو. رجعي باركي لي. لك مبروك بس عشو دخل. حقق حلمي حبيبتي، كل العالم رح تعرف قيمتي. يعني شو صار؟ ما فهمت. لك حبيبي النص اللي كنت عم بكتبه ايه؟ بعته. لا والله العظيم اتكذب. بعتوا لشركة إنتاج والأسبوع الجاي رح أقدم الترشيحات تبع الممثلين ورح يعرضوه على أهم القنوات. لا لا عشان عم تحكي. لك شو عم بحكي هيك؟ شوفي هي رح تقول. يعني عشان القصة. لك 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 لا 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 لا. إن شاء الله عيد مبروك. الله يبارك فيكي. هاتي الموبايل. يا عمري. لك حبيبي روح تغير ثيابك، في عندي شغلة كثير ضرورية لازم تعمليها. شو هي؟ بيبي بدي أحكي مع ماما. هلا هاتي المصاري. شو بدك بالمصاري هلا؟ روح. عددهم ها أنا. إيه. يا قلبي وافراحه ولقابي مساوي صباحه، ما لقيت فرحان بالدنيا زي الفرحان بنجاحه. في الحقيقه يا استاذ يعني الانسان والله يعجز هيك عن انه يعبر عن هي المشاعر. ان شاء الله الف مبروك، هذا حلوان انك بعت العمل استاذ والله. لك حبيبي يا ابو عبدو، يعني هذا شيء انا كنت لازم اعمله بس مستني بس كنت لاقبض يعني توقع. لا استاذ ولو ما في مشكله، انا وانت واحد استاذ. بعدين تعال اقول لك، يعني انا بتعرف استاذ والله فرحتي قد الدنيا كلها انه انت بعت العمل، يعني قد هلا بنشوف حالي انه يعني عمل الاستاذ قصي عم نعرض على المحط. اي والله والله لا اجرس الدنيا جرس، والله لا اجرس الدنيا جرس. الله وكيلك. الله يخلينا ابو عبدو، الله يخلينا اياك يا حبيبي ويسلم ايدين، وان شاء الله برد لك اياها بالافراح. طول عمرك استاذ الله يخليك. استاذ مو مستاهله تبدل اياها بالافراح، مو الافراح مو مستاهله، بس يعني اذا مصر معلش معلش يعني انه شوف لنا اذا كان في بهذا المسلسل يعني شيء واحد هيك بوفي، يعني انت بتعرف استاذ هدول الفنانين بيكونوا كرمه كثير فركي، يعني نلحس اصبعتنا. الله يخلينا اياك. على عيني يا ابو عبدو، رح اشوف انا شو حقدر اعمل وتكرم عيونك. الله يخلينا اياك يا استاذ. في الحقيقه يا استاذ الانسان يعني بتعرف شو والله بيكون فرق. نعم استاذ على راسي حاضر رايح استاذ يا امرك استاذ. الله يخليك مبروك استاذ. حبيبي يا ابو استاذ. الو اهلين استاذ. اهلا وسهلا. ايه والله كتر خير الله، يعني القصة مزبوطة يخلي لي اياك. عم تحكي جد استاذ؟ بدك تنزلها بالتلفزيون وبالجريدة؟ ما بعرف شو بدي اقول لك، شكرا كثير. من عيوني استاذ، هلا بكتب لك الصيغة فورا، ربع ساعة بتكون عندك. شكرا شكرا كثير، شكرا كلك ذوق. إذا مدير التحرير مهتم بالموضوع. هي نزل خبر متأكد، خلي ماما تصدق بقى. عن شو بتقلي؟ هذا أكيد فيلم من أفلام القصي، بكرة بيقول لك فقسوا. ألو، هاي مامي، كيفك؟ شو عم تعملي؟ يا ريتك فاتحة على التلفزيون. لا لا ما في شي مهم، بس نزلوا العقد تبع قصي ونزلوا النجوم اللي بدهم يشتغلوا معه، وتصويره رح يتم قريبا جدا جدا. اكيد بدي اقول صباح الخير لكل يلي عم يحضروا. ايه خلص ما تاكلي هم، هلا بيرجعوا بيعيدوه اكيد. بس ليكي انت خليكي حتى على التلفزيون. ها ماما عم ندق الباب، رح شوف مين وارجع حاكيكي، بركي بتكوني قريتي الخبر. ماشي يلا باي. طالما تأخرت يبقى الخبر مظبوط. بس
بس ولا ما حلوة منا. لولا حبيبتي ان شاء الله الف الف مبروك، كثير فرحت له لقصي من جوات قلبي. لقصي؟ لك لا يعني قصدي انت وقصي، بس انا من كثر ما لي فرحانه اكلت نص الحكي. ايوه لا يهمك، الله يبارك فيكي. هلا بدي اسالك، هلا هو الخبر عن جد مزبوط ولا هيك اشاعه من هدول الكتاب يلي بيطلعوها على حاله؟ لا حبيبتي مزبوط. ايوه طيب شو هيك بدنا نقضي على الباب ما في؟ تفضلي. يي لا تواخذيني، البيت بيتك. اهلا وسهلا، تفضلي. استاذ احمد. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، تفضل. ما قلت لك هلا بكون رئيس بالكتابه؟ تفضل استاذ احمد هون. لا لا خليك، والله ما بصير. انا بقعد هون. لك ما بصير مشان واجبك. ايوه كبر واجبك. الحقيقه انا كنت لازم اجي لعندك على المكتب واتشكرك مشان الاعلان اللي كتبت لي اياه بالجريده وبالتلفزيون. ولو اقل منها، يعني انت من اهم رؤساء الاقسام عندنا بالجريده، بعدين نحن كاداره المفروض نوقف معك باول عمل لك. تسلم لي يا استاذ، والله ما قصرت وشكرا كثير. المهم بلشت تحط الترشيحات تبع المسلسل؟ عفوا نسيت عرفك، الآن سريري بنت كتير شاطرة وموهوبة. ما شاء الله ما شاء الله. هلا فيك استاذ. بدي منك شغلة. عيوني قلي. وانت عم تكتب الترشيحات ما تنسالي ريري بدور مرتب. على عيني استاذ، على عيني. شو بتحبوا تشربوا؟ قهوة. قهوة سادة؟ سادة أكيد سادة. أبو عبدو اثنين سادة لو سمحت. ما بدي أنا حبيبي. يلا باي. أهلين أستاذ أحمد، مسلي قبل هالمرة ما؟ أي طبعاً أستاذ. سلم لي الله اللي خلقك ما أحلاكي. أستاذ خصي، أستاذ خصي. أهلين أبو سين، شو شايف قاعد هون؟ شو مقلاتك أبو سين؟ لا لا ما حبيت منا، أنا قاعد هون خص نص لحتى أشوفها. لك هنمشي نروح على البيت قوم. لك لا شو بيت ما بيت، الله يسامحها، النسوان إلهم آداب. أيوه وشو هالموضوع هذا اللي ما بدك النسوان تدرى فيه؟ تعال شوف، تعال شوف، لك شوف لي هالملاك، شوف لي هالصورة دخيل اللي خلقها ما أحلاها، شايف؟ هي شغل وين؟ لك هي صديقتي على الفيس، قلت لها إنه الأستاذ قصي جاري وصديقي وحبيبي. أيه. وإنه يعني بلش بتنقاية الأدوار. فيعني بدنا همتك شوي الله يرضى عليك، وقلت لها كمان انه كلمتي ما بتصير عنده تنتين. فهمان ادوار مشان شو يعني؟ مشان المسلسل الجديد. شو بقى انطبزت استاذ؟ شو بقى؟ ايه شو حكينا؟ عم نقول له بدنا دور لهالمخلوقة، انطبز وراح. يا ابوي قلبك، انا كان قلبي حاسسني. دخيل قلبك انا، اصلا انت لو مانك بحياتي انا كلمتين على بعضهم ما بعرف اكتب. طمني شو صار معك اليوم؟ الحمد لله كل الامور منيحه، بس يعني بيني وبينك هيك اتضايقت من مدير التحرير، يعني ما كان حلو ينزل الخبر على التلفزيون. لك بالعكس بيبي، خلي كل العالم تعرف. لك يا روحي ما هون المشكله، كل العالم عرفت، كل الاصدقاء والرفقات كله صاروا هذا بده يرشح لي رفيقه وهذا بده يعمل مدري شو. كثير هيك مضغوط انا وتليفونات وقصص، ما عرفت اكتب ثلاث كلمات على بعض اليوم بالشغل. لحظة بيبي انا رح. خليك خليك انا برد. الو علين احمد؟ علين حبيبي؟ خير خير شو في؟ ايه خلص ولا يهمك، ايمت ما بدها؟ ايه مو اليوم، خلص خليها لبكره. الله معك حبيبي، الله معك. يلا باي. شوفي مين هاد؟ احمد اخي، بده يعني موضوع، قال في حياه او موت. قعدته يعني ما ببطلها. روحي انا حفوت نام شوي لانه كثير تعبان. ايه والغدا؟ ما بدك تتغدى معي؟ لا لا حبيبي ماني جوعان ابدا، بدي فوت نام لانه عن جد كثير تعبان، ولا تفيقيني ها، حتى لو ضليت للصبح. سكي. الله يسلم هالايدين يا روحي. انا لولاكي شو؟ حقي فرنجي. لا بيبي ما تحكي عن حالك هيك. بعدين انا بعرفك، بتحب تفيق المسوية تشرب قهوة فورا. بحب اشربها الصبح مو بالليل. هيك هلا؟ صحيح بيبي، بدي اسألك على شغلة. وريني. هلا الكاتب هو اللي بيختار الأدوار؟ حبيبتي الكاتب هو اللي بيرشح، يعني مثلا بيقول لهم هذا الدور بيركب عليه هذا الممثل وهذا الممثل، هيك يعني. آه.
مشان هيك انا بدي اقولك يعني كثير. يا لطيف يا لطيف، شو في عالم متسلقين على مهنه التمثيل، روح قلبهم يطلعوا على الشاشه، مستعدين يدفعوا مصاري ليطلعوا على الشاشه. اوف، يعني معقول انت كمان تدفع مصاري؟ اخ مو انا بدي ادفع مصاري، هن بدهم يدفعوا لي مصاري بس لحتى طالعون انا على الشاشه. طب ما زال مو انت اللي بتختارهم، هن شو مستفيدين؟ حبيبتي هن بدهم شغله واحده مني بس، انا رشحهم عند المخرج بس. هيك بونجور منزل الاستاذ قصر. مزبوط. تفضلوا. اكيد حضرتك مدامته للاستاذ قصر. صح مزبوط، انا رولا مدامته. يا ريت تقبل مني هالهدية المتواضعة. وشو المناسبة؟ هلا قبليها مني على البون تعرف وبعدين بنحكي. طيب موافقة، تفضلي احكي. قالوا لي ما في حدا غيرك بيمن على الأستاذ قصاي، والأستاذ قصاي هو اللي رح يوصلنا لأول درب النجومية والتمثيل، فشو قلتي؟ بس كأنه بنتك يعني ما كتير مهتمة للموضوع، مع إنه والله معزبة حالك أنتي ومتكلفة كتير بالهدية. ايه شو اللي فيها؟ انا جاية مشاني مو مشانا. بس شو قلتي رح تساعديني ولا لا؟ تفضل. انا اسف استاذ، بعرف انك مو فاضي بس بعتذر استاذ. خير ابو عبدو؟ استاذ في شاب برا بده اياك استاذ. ما قال لك شو بده؟ في الحقيقة يا أستاذ يعني ما بعرف، بس أعطاني 5000 ليرة أستاذ، فأنا قلت لحالي مشان تصير حلاوة أستاذ بجي بقول لك فورا. أعطى 5000؟ إي والله أستاذ، أعطاني 5000 ليرة أستاذ. إي ما زال الشغلة فيها 5000، هذا شغلته كبيرة. خلص خليه يتفضل، فوته. حاضر أستاذ، فورا. يا أهلا وسهلا، يا 5000 أهلا وسهلا أستاذ، تفضل أستاذ، شرف أستاذ، تفضل تفضل أستاذ. عفوا بعتذر أستاذ. هاي العافية مسيو، كيفك؟ ان شاء الله تمام. كويس اليوم استاذ؟ انا من الاخر ما بحب للف ولا الدوران، بحب فوت بالعمل هيك ديركت. يعني سمعت انا في عمل عم كنت كاتبه او عم تكتبه مدري شو، فحابب اخذ دور بهذا العمل بط، لكن ما بيهمني انا لا مسحت العمل ولا إذا كنت عدد المشاهد كبيرة، حتى ولو كنت مطل أساسي بالعمل. يي بولجير. بعتذر أستاذ، آسف أستاذ، آسف. وين كنا أستاذ؟ عم تقول فولجير أستاذ. بولجير، برافو، ذكرني أعطيك 5000 تانية. حاضر أستاذ. ما بيهمني لا مساحته ولا أي شيء فيه. المهم إني آخذ لو جملة أو جملتين مع بطل ونجم كبير بالعمل. فشو قلت يا استاذ؟ لا تحكي ولا كلمه، فهمت عليك، بدك شيك ما هيدي شيك، يعني لا تاكل هم المصاري ابدا ابدا نيبال، يعني عندي انا المصاري ولا ماني مثل فصفصه كيلو البز بدوار القمر. فشو قلت؟ تعطيني الدور ولا لا؟ يسعد لي اوقاته، احلى استاذ بالعالم. اهلين حسونا، شو اخبارك حبيبي؟ تمام، مشتاق لك. شلونك استاذ؟ والله بنعمل. وهي قهوتك المعتاده، عشان هيك تروق وتروقنا نحن وعم نتفرج على مسلسلات رمضان. اي الله يسلم هالايدين، بس يعني طول بالك علي لاطلب. لا يا استاذ، مو ضروري تطلب. بعدين استاذ نسيان انه حسون بيعرف شو طلبها، وهيدي على حساب القهوه. اوف، على حساب القهوه؟ خير؟ هيك محبه. لا استاذ بعملكم، ما في هيك دور صبي قهوة او معلي؟ بلا في. لكن استاذ هيك معيتك زبطنا معك هيك بشو دور يعني. لا استاذ مو ضروري يكون المعلم، مع انه بيلبق لي. ما بيلبق لي استاذ. هلا صبي قهوة موافق استاذ،
وبالنسبة للأجر لا تأكل هم ابنه، شو ما أعطوني أنا رضيان، وبتقاسمهم بالنص بيني وبينك، يعني أستاذ 50-50، لكن أستاذ هذا بزنس. مثل ما عم بقول لك ماما، خاتم حقه هديك الحسبة. لك لا، هي مو طالبة غير إنه قصي يرشح اسمها. لا أنا فهمتها، المخرج هو بنقي، بس قصي ممكن يرشح اسمها. لا طلعت فهمان القصة كتير منيح، مو أول مرة. لا ما في عدد محدد، بيقدر يرشح أسامي قد ما بده. هلأ أنا على هوا ما فهمت، العمل بتحمل كتير شخصيات، إيه فيها كتير. أنت رح تتصرفي؟ طيب مثل ما بدك مامي، ناطرتك. يلا باي. كيفك عم قصي؟ علينا عم يقولي له أنت بدك تجنني شي؟ من الصبح وأنا عم أتصل فيك، خطك يا أما مسكر يا أما مشغول. آخ يا عمي أبو ليلى، آخ شو بدي أقول لك؟ لألا خليها لالله. عمي قصي قولي، بما أنه أنا بمقام أبوك الله يرحمه فأقول لك عمي قول، يعني إذا إلي ما فضفضت واشتكيت لمين بدك تشتكي؟ قول. بيني وبينك عمي، من أول ما طلع على التلفزيون خبر العمل ما صفي حدا بالعالم ما دق لي بده خدمة. إيه عمي شو علي؟ يعني إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده، فيعني أنت بس تكون مع الناس وعم تخدمون الله من فوق بيحبك وبيبارك لك وبيبحبح لك برزقك. الله وكيلك أنا ما بقصر مع حدا، أنت بتعرفني يعني. إيه بس يعني شغلة بالعقل. إيه كل العالم تنفع للتمثيل، إيه مو ظابطة. لك أي واحد صابر يمثل، لك هون تبع القهوة صابر يمثل. والله بهي معك حق، أنا معك. عم يقصي يعني اسم إنك فتحت هالسيرة، يعني بدي اياك الله يخليك تحط لي بين هالاسماء اللي انت عم تحطهم اسم جارتنا ميساء. ميساء بنت على كيف كيفك وبنت لهلوبه شاطره وحابه تجرب التمثيل. شو عليك؟ بعدين ليك قصي ما تنسى انه هي البنت يتيمه، وانا مسكت على شاربي ووعدتها، وعدت انه اخونا قصي ما بيقصر معنا، اكيد راح يدبر لك دور على كيف كيفك، ويعني ارجو منك انه يكون الدور يعني هيك مثل ما انتم الصحفيين بتسموه، الله صلى على النبي، هيك يعني دور، يعني الدور يكون بطوله مطلقه. شو تشرب؟ هلا مو وقت السلام والكلام، هلا وقت الشغل الجد. فوتي جيبي لي موبايلك وتعي. يلا. ليه بدك تدقي لحدا وما معك وحدات؟ خلاص تكرم عينك، هلا بخلي قصي يبعث لك. لك شو هالسقاله، لسه بدك تمزحي معي؟ روحي جيبي موبايلك، عم بقول لك في شغل. طيب لحظه. لي كيف قال لي هدول بديتها؟ كيف بدي ابعته؟ سيب الموبايل. اسمعي، شو هو اللي بتفتحيه بقوم انا ببعث لك عليه؟ بتقومي انت بتشوفي اللي انا بعث لك عليه؟ في بلوتوث، في واتساب، في فايبر، في كثير شغلات. صعبتي لي اياها كثير. طب ولا اقول لك خلص بلا موبايلات. شوفي انا جايبت لك صور اللي قلت لك عليهم بدي اجيب لك اياهم. شوفي صور. شو هدول؟ لك هدول بنات من الطبقات الراقيه، بيحبوا اللبس والمظاهر، وهيك هن بيحبوا يطلعوا حتى على التلفزيون، فقالوا له إذا شي وحدة فيهم بيعطيها دور البطولة شوفي الهدية قدامها. كل وحدة بتهدي هاي، يعني هاي بتهدي هاي الهدية إذا هي أخذت دور البطولة. فهمتي؟ الماس يعني؟ لا هاي شوافوسكي. شواروفسكي؟ إيه. شو رأيك؟ حلوة؟ إيه حلوين كتير. طيب منيح، خدي لك نقي أنت وجوزك ولا تسودوا لي وشي، فرصة أجتكم استغلوها. فهمتي؟ فهمت. يلا خاطرك. طب خليكي ماما. مور استاذ، كأنه من ساعة طالع فنجان قهوة ولهلا ما اجى. ليك على الطريق استاذ، بيوصل. استعرف عجقة وزحمة، بيوصل استاذ بيوصل. ايه معك حق. وين اسمك مشطبوك؟ ليش كتبتوا استاذ؟ كتبناه ولا ما مشطبوك؟ ثواني وبيكون عندك الفنجان استاذ.
وعندك واحد من الاستاذ قصي على السريع. لك احلى بطوس بالعالم. شلونك؟ اشتقت لك اخي. لك ما بتسال عن اخوك؟ لك انت مالك فاضي كتابات ومسلسلات واخبار وشهره ودنيا وما بعرف شو. حبيت القصه لاخوك؟ لكن ما حبيتها، انا اكثر واحد انبسطت لك بالعالم. اخي يعني بدي منك هيك طلب صغير. ما عاد بطل حركاتك؟ صرت افهم عليك. خلاص اخذنا مسلسل. بس هدول بس هدول بكفوا بكفوا. بس القصة مو هي، هي مو قصة مصاري. مو قصة مصاري؟ لا القصة شغلة تانية. كي شو؟ يعني ما بعرف شلون بدي فوتك بالموضوع. هلا أنا كم خدمة خادمك بحياتك؟ أوف كثير، ياما محفظني وياما أخذني على المدرسة. شو خادمني؟ يا حالي حريشك يا أخي، ما بتبطل النابات تبعيتك. أخي مو هيك القصة يعني، بس أنا كم خدمة خادمك بحياتك؟ كثير كثير. أيوة فبدي اياك ترد لي اياه. حاضرين. شو؟ في هي رفيقتي اللي بالجامعه ندى. ندى ما غيرها؟ ندى ايه اللي بالجامعه، هي الحلوه الاموره اللي عيونها حلوين. خبي وجوال؟ لا لا مو هيك القصه اخي، يعني والله مالي عرفان شو بدي اقول لك. يعني يكون صار شيء بيناتكم؟ لك لا، راح فكرك لبعيد، كمان مو هيك. لك لكان شو احكي؟ اخي القصة وما فيها انه انا وعدت لندى تكون بطولة معك بهذا المسلسل. لك مسخرة صارت القصة، حتى انت، لك حتى انت، لك كرهتوني يا للمسلسل، تضربوا انتوا هالمسلسل. قهوة استا شربوا يا هلا روميو. والله يا اخي اذا ندى ما بتكون معك بهذا المسلسل بطولة، لا انت اخي ولا انا بعرفك ولا اخرى بيناتنا. خير شو بالاستاذ؟ حركات حركات كتاب. بعدين انت شو دخلك؟ عشان الحساب. الحساب تاخده من الاستاذ الكبير. ها دوقنا سادة. إذا لأخوه ما عطى دور اللي بده يعطيني بعينك الله يا حسون. أهلين حبيبي، جيت بوقتك. أهلين حبيبتي، شو في؟ على فكرة في صور لازم تشوفها. ليكي روحي، إذا صور بنات وشباب بدهم يمثلوا هذا الموضوع بتسكري عليه تماما. كل البلد صار بدها تمثل على حظي. إذا بنت نزلت تنورة صار بدها تصير ممثلة، إذا شاب معه شوية مصاري صار بدها تصير نجم. هذا مو مسخرة، هذا تمثيل. التمثيل مهنة صعبة، مو أي حدا بدها يصير ممثل. هاي العالم اللي عم تشوفيها على التلفزيون مو صاروا هيك عن عبس، تعبوا واجتهدوا لحتى صاروا نجوم. أنا بدي فوت نام. تصبح على خير. شبو فرصة اجتكن استغلوها. قد معصب حبيبي لانك ما عم تفهمي علي. انت انا معصب لانه من اول ما نزل هذا الاعلان وانا ما عم بعرف اشتغل. صار في حدا بالطريق ما بده يرشح لي خالته وسته. لو كل العالم ما له علاقه بالقصه ما خرجت تطلع على الشاشه. معك حق. تكبر قلبي يا قصي. روق، ما بحب شوفك انا هيك زعلان بيبي. ليك شو ماما صوري جابت لي اياهم لبنات غير شكل، بنات عيال وناس وغنايا كتير. لك تخيل كل وحدة جايبة هدية حق هديك الحسبة، وكلهم مشان شو؟ مشان ترشح لهم اسمهم. فلحنا شو منخسر يعني؟ خلينا ناخد الهدايا ونستفاد منها. وبكرة شو منقل لهم؟ المخرج هو ما وافق. تقبرني بعدين يعني، معقول انت تخجلني وانا لو لحبيبتك؟ يا روحي ما تحكي هلأ ولا كلمة، خليني ورجيك الصور. انت شو خسران؟ بعدين اذا ما عجبوك خلاص، مو ضروري مو ضروري بنوب ان البس ماركات وحط برفانات فرنسيه وحط هيك مجوهرات والماس وذهب. وين الصور؟ تكي وبيكون عندك. يا برني والله مو صح هيك. شو بدهم يحكوا عني؟ مو مصدق حاله؟ كل دور صار عليه أربع ممثلين. آخ يا رولا الحق عليك، شلون هيك خليتيني اطنبار؟ ألو؟ أهلين أستاذ؟ مشان الترشيحات؟ جاهزين أستاذ؟ نص ساعة وبكون عندك. الله معك.
الله معك، مع السلامة. مع السلامة. يا شو بدي أخذ له أنا ترشيحات كومبارس وأدوار سنوية؟ ما راح أخذ له غير الأساسيين. رولا حبيبتي، إن شاء الله قصي يزبط لك شي دور بهذا مسلسله الجديد. أنا؟ إيه طبعاً. أنتي ليش شبك؟ أنتي شو ناقصك؟ حلوة وظريفة ومثقفة وأحسن بكتير من ممثلاتنا اللي عم يطلعوا هلا على التلفزيون. لك بعرف، بس أنا مالي ممثلة. إيه ليش دخيلك؟ ثلاث أرباع الممثلات اللي عم نشوفهم ما بيعرفوا يمثلوا. بس قولي حبيبتي إنه أنتي ما خرج وما بتحبي لا الفوتة ولا الطلعة ولا المكياج ولا الشهرة. يا الله أنا ما دخلني، بس لازم قلك لك رولا، بكرة حبيبتي قصي بينشهر وهدول الممثلات بصيروا حواليه، وساعتها هدية من هون وعزيمة من هون وطلعة من هون، وقصي بتغير عليكي. أما إذا صرتي ممثلة وانشهرتي أكتر منه، ساعتها مستحيل يطير بعيد عنك. أنا عن جد ما بحب أتدخل، بس أنا لو كنت مطرحك هيك بعمل. الحمد لله مرقت على خير، منيح يلي ما أخذت ولا اسم. إيه مزبوط مشغلتي نقي الأدوار السنوية والكومبارس. إيه هدول بدهم ممثلين معروفين. سيدي نقضت على خير. حبيبي كيفك؟ ليه هيك مستعجل؟ لك شو مستعجل؟ ناطف قلبي. طمني، وزعت الأدوار؟ الحمد لله، هم وراحن قلبي، وزعتهم كلهم صفي دور واحد، واحدة رقاصة يعني. عن جد؟ إيه خلاص أنا باخذه. دخيلك مزوحي أنا. بيبي بس أنا ما عم بمزح. بعدين مين في حدا أبدا مني؟ قلي. بعدين يعني إذا مو أنت اللي دعمتني مين بده يدعمني لحتى أصير فنانة ونجمة حلوة ومشهورة؟ مين أحلى مني؟ لك مين أحلى مني؟ شو شغلة بالجمال روحي؟ أنت ملكة جمال، بس الشغلة يعني موهبة. بعدين حاج مزح، عم تمزحي ما؟ ليه قصي؟ الدور إلي يعني إلي. بعدين وإذا يعني رقاصة؟ حبيبي الفنان لازم يأدي كل الأدوار، صح ولا لا؟ إيه طبعاً. خلص معناتها يا بتعطيني الدور إلي يا أما بتعتذر عن العمل كلياته. وهلا بدك تقلي لانه على هو جوابك ايه بقرر، يا بتنام هون يا بتنام برا كل حياتك. صار وقتا بديل الدبلي واطبع عشبينك هالقبلي، هالليلة فيكي مكتملي وهيدا المطلوب. صرت رفيقة عمري وروحي، الحبيب اللي بتسكن روحي، اللي بتداوي همي وجروحي وهيدا المكتوب. مشعلك أصابيع العشرة، انت بقلبي جوا وبرا، بكرة اسمك يحمل اسمي وتعمر بحياتي هالبسمي. حبك لدوب صار وقت بديل التبلي، واطبع عجبينك هالقبلي، هالليلة فيكي مكتملي وهيدا المكتوب. صرت رفيقة عمري وروحي، الحبيب اللي بتسكن روحي، اللي بتداوي همي وجروحي وهيدا المكتوب. انتي اغلى شي بحياتي، رح حبك حتى مماتي، رح بتكوني صدر البيت لاني هيك تربيت بهالقلب الطيور.